دعيني أرحب أيضا بأستاذة نهاد أبو القمصان التي تنضم إلينا الآن. أهلا بك أستاذة نهاد. يعني ترتدي الحجاب أو لا ترتدي الحجاب، هذا حرية وذاك أيضا حرية، لكن لماذا المجتمعات تدخل بثقلها وتتدخل في لباس المرأة بشكل عام كمقياس لعفتها لأخلاقياتها لسلوكياتها؟ الحقيقة لأنه أنت بقالك فترة طويلة جدا سواء على منطقة الشرق الأوسط أو العالم الإسلامي بنتكلم على تفسيرات متعددة بتربط ما بين فكرة الأخلاق وما بين فكرة اللبس، ومش بس العالم الإسلامي زي ما قالت الزميلة، لكن في مناطق متعددة من العالم، وده بيخضع لفكرة مدى انحصار أو امتداد الأفكار اللي ليها علاقة بحقوق الإنسان واحترام الآخر واحترام النساء وإرادتها. وبالتالي هنا العالم كله شهد موجة من التشدد على مدار العقدين الماضيين أثرت بالسلب على قيم ومفاهيم حقوق الإنسان عموما والنساء على وجه التحديد. وبالتالي في شكل من أشكال الوصاية بيفرض على النساء، وفي بأشكال متعددة يعني في المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط عددا ما بيتم إسناد الوصاية دي للأديان. يعني تبص تلاقي في من وقت للتاني كلام حوالين الدين الإسلامي ولازم تلتزم بالحجاب وغيره. تبص تلاقي بعض الكنائس في مصر وفي منطقة في العالم العربي كله تعلق كده تعليقات على اللبس اللائق لدخول الكنيسة، الجامعات تعمل زي مش ميثاق للملابس لكن يبقى ليها تعليقات حوالين اللبس معين. فهنا بنشوف المظاهر دي، بنشوف في دول كتير من العالم نفس المظاهر بحجج مختلف. الفكرة الأساسية هي شكل من أشكال الوصاية على النساء وشكل من أشكال الصراع التقليدي جدا والخوف من تطور النساء. وكل ما بيحصل تطور في مدى درجة المشاركة، احنا شفنا يعني المشاركة السياسية حصل فيها تطور كبير، المشاركة الاقتصادية حصل فيها تطور كبير، في كمان مع دخول الانترنت وتبادل الخبرات ما بين النساء. يعني انا في تقدير الانترنت عمل لكل البنات والسيدات اجنحة، بدأت يعني تحلق بعيد عن الاطر التقليدية في التفكير وفي المناطق المغلقة، وبالتالي هي حركة زي ايه اللي هي التدافع وفكرة الصراع ما بين النماذج التقليدية وما بين استقلالية وحرية النساء.